بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولا، واغفر جناياتنا وستر كأولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية. مصر بلد الأصوات الندية، بلد القراء، بلد المبتهلين، بلد المنشدين، وفي أزهرنا الشريف صغيرنا كبير. معنا النهاردة ابننا المنشد عمر عماد. أهلا يا سيدنا الشيخ عمر. الحمد لله كويس، منورنا. دمك الله يا شيخ، ومنور الدنيا كلها يا شيخ عمر. دمك يا شيخ. نبدأ على طول عشان نستمتع بقى بصوتك الجميل. يا من له ستر علي جميل. إن شاء الله. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد، فلك المحامد، فلك المحامد والمحاسن والثناء. يا من هو المقصود والمسؤول. سبحانه وتعالى، ربنا يفتح عليك يا شيخ عمر. الستر يا اخواننا نعمة من نعم ربنا، وسترك أولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. عارفين لو الذنوب لها رائحة مفيش حد منا يجلس بجوار أحد. ستر الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. نعمة الستر دي نعمة من أعظم النعم، ربنا يديم علينا نعمة الستر، اللهم أمين يا رب العالمين. ده بنسميه في علم الإنشاد ابتهال.